بالمنطقة الصناعية وتسمار بالجزائر العاصمة، وعلى مساحة 12 هكتار، تنشط المؤسسة الجزائرية للمنشآت والهياكل المعدنية في تصنيع أنواع مختلفة من المعدات المعدنية والنحاسية، وتصميم هياكل قاعدية صلبة باستعمال تقنيات إنتاج حديثة كرائد في مجال البنايات المعدنية بالجزائر. اختصاص الشركة هو الصناعة الحديدية بمختلف أنواعها، من بين زبائنها شركات وطنية وشركات داخلة في مع مجمع إيميتال، مثل شركة كوسيدر، شركة جي سي بي. حاليا نقوم بتصنيع مع هذه الشركات منشآت معدنية ضخمة من مخازن حديدية ومنشآت معدنية. هنا وقبل الشروع في عملية الإنتاج، يعمل المهندسون على دراسة المواصفات التقنية والتأكد من القياسات والحسابات اللازمة من أجل ضمان سلامة المشاريع المنجزة. بعد الانتهاء من تحديد المواصفات العامة للمشاريع، يشرع أزيد من 400 عامل على تصميم مختلف المقاييس من المعدات الملحومة والهياكل الصلبة وفقاً للمتطلبات الفنية المطلوبة، وباستخدام برمجيات حديثة تسيرها كفاءة جزائرية. نقوم ببداية الإنتاج، وذلك عن طريق إدخال المادة الأولية إلى الورشة، والمادة الأولية تتم بالعبور عن طريق عدة عمليات، منها عملية ديبيتاج اللي تبدأ فيها عملية ديبيتاج اللي تقوم فيها بتقطيع وتقبل المادة الأولية حسب المخطط المطلوب من مكتب الدراسات، وذلك تقوم به عدة آليات مخصصة في هذا الميدان. نقوم بإدخال المادة الأولية إلى ورشات التجميع والتلحيم، وتمتلك الشركة مؤهلات جد عالية، تقنيات عالية لضمان جودة هذا المنتج. آخر عملية هي عملية الصبغ. لاتيلي تاعنا حنا يعني تعمل جميع انواع يعني السنتراج، الاشكال المنحنيه تاع جميع البروفيلي لي طول، يعني دير جميع اشكال تاع الانحناء تاع المعدن. حنا عندنا يعني الات متعدده اللي تقوم بهذه العمليه، يعني عندنا كما هذه الاله اللي راهي تقوم بالعمليه تاع السنتراج تاع لي طول، يعني جميع لي بيسير لي زي بيسير، يعني من 6 ملم حتى يعني جميع لي زي بيسير. وعندنا اله واحده اخرى ثاني كبيره الحجم اللي ثاني تقوم بعمليه السنتراج تاع لي طول، يعني في احجام اكبر. وعندنا يعني الات اخرى، هذه الورشه يعني تقوم ثاني كذلك بسنتراج تاع لي بروفيلي، سي دي بوطو هكذا، دي اش دي زي بي يو، يعني تقوم بعمليه الانحناء تاع هذا لي بروفيلي، يعني لو سنتراج. كذلك نقوم بانشاء لي سنترال بيتون دي سيلو لتخزين يعني اسمنت، كل هذه المواد اللي تاع البناء. تواصل الشركة تركيز كل اهتماماتها على تطوير مشاريع جديدة بتصميم ماكينات صناعية متطورة وقوالب معدنية خاصة بالأنفاق كصناعة وطنية، بدءاً من المادة الأولية وصولاً إلى المنتج النهائي.
من أهداف الشركة صناعة منتجات محلية 100%، كانت في الماضي القريب تستورد من الخارج مثل ماكينة لتدوير المطاط وقوالب معدنية كبيرة موجهة للأنفاق مع مختلف الشركات الوطنية ولما الشركات العالمية إن شاء الله. رفع وتيرة الإنتاج والعمل على تصميم منتجات مبتكرة مع التركيز على تصنيع قطع وأجزاء ميكانيكية دقيقة أهداف رئيسية للمعمل من أجل تلبية احتياجات السوق الوطنية ثم التوجه نحو الأسواق الدولية. من تطلعات الشركة مواكبة السوق المحلي ولما لا مستقبل السوق العالمي ومواكبة مختلف المشاريع إن شاء الله. وإن شاء الله في المستقبل يعني الشركة هذه راح تقدم للاقتصاد الوطني، يعني راح تقدم له أن بلس إضافة في المنتوج إن شاء الله. وإن شاء الله ممكن يعني نلحقوا حتى نقدروا نصدروا نتعاملوا مع دول يعني خارج الوطن نصدروا لهم المنتوج تاعنا إن شاء الله. وعندنا يعني المقومات إن شاء الله، وعندنا يعني اليد العاملة اللي يعني اللي راهي تقوم بالواجب تاعها، والمسؤولين ثاني اللي راهم يعني راهم ثاني يقوموا بالواجب. وهذا تحدي لنا، تحدي لنا باش يعني الشركه هذه نوصلوا يعني المنتوج تاعها يعني الاكبر يعني نطاق. تشجيع المؤسسات المنتجة في الجزائر من خلال توفير مناخ استثماري مناسب ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين يساهم في تحفيز المنتجين الصناعيين وتعزيز قدراتهم الإبداعية والعمل على تطوير منتجات مبتكرة ضمن مسعى ترقية الإنتاج الوطني.